تحية للتوانسة الكل في جميع أنحاء العالم. أنا سليم عمامو، مرشح القراصنة للانتخابات الجزئية في ألمانيا، واليوم اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين. بالمناسبة هذه باش نحكي لكم على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني مطروح على مجلس نواب الشعب من 2015 ولليوم ما تعداش، ولذلك أنا نقترح عليكم أنكم تدخلوا على منظومة التصويت متاع القراصنة، ثم رابط مع الفيديو هذية، وتصوتوا على القانون هذية، على خاطر كان ندخل مجلس نواب الشعب أنا بيدي باش نصوت عليه وباش نطبق التصويت متاعكم داخل مجلس نواب الشعب. قانون هذية شنو فيه؟ مختصر الهدرة، 5 سنين حبس للي تطبع مع الكيان الصهيوني. شنو معناها التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ معناها أنك تعمل علاقات طبيعية مع إسرائيل، واللي هي حاجة تستحق عقاب حسب رأيي. يعني التوانسة اللي عندهم علاقة مع إسرائيل يتعاقبوا بعقوبة توصل حتى 5 سنين حبس. لكن القانون هذا فيه عيب صغير نجم نقوله، اللي هو يعامل المواطنين التوانسة الكل كيف كيف. يعني مثلا ممثلين متاع الدولة كما مواطن عادي في الشارع التونسي، يعني وزير يمشي يقابل نتنياهو كما مواطن شارك في التظاهرة نظمتها إسرائيل في بلاد أجنبية وهو أصلا ما في بالوش. الإشكالية الأخرى في القانون هذية هو أنه ما فيهش استثناءات. يعني إذا مثلا فلسطين تكلف تونس بالتفاوض باسمها، الممثلين عن تونس في المفاوضات هذه ما ينجموش يقابلوا ممثلين عن إسرائيل باش يتفاوضوا معهم. والحاجة الأخرى اللي هي الفلسطينيين اللي موجودين في تونس، اللي عايشين في تونس، يتيحوا زادة تحت وطأة القانون هذايا. ونعرفوا احنا الكل اللي الفلسطينيين ساعات مجبورين باش يتعاملوا مع إسرائيل والممثلين على إسرائيل. لكن بالطبيعة القانون هذا خير من بلاش، وتحيا فلسطين. للي ساكنين في ألمانيا نذكر الانتخابات الجزئية 15 و16 و17 ديسمبر، تنساش باش تمشيوا تصوتوا. واللي توانسة واللي يحبوا يعاونوا الحملة متاعنا باش ندخلوا الديمقراطية المباشرة للبرلمان التونسي، ادخلوا على الموقع متاعنا partypirate.n وانزلوا على فلسة مكتوب عليها عاون. تشوس.